بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا هذه السيارة للبيع، حاب أصور لكم إياها في فيديو لأنه بالصور ما راح تبين مواصفاتها وتفاصيلها. GL 500 2012 خليجية وكالة أربيل، اللي هي BCM يقدم شان باجنر، تمام؟ يعني المهم شركة مرسيدس فرع أربيل. عنوان السيارة أول شيء بسليمانية، مقفولة بدون صبغ، بدون بارد، بدون تعديل، بدون تبديل، بدون أي شيء، من الدعامية للدعامية. موديل 2012 كلش حلوة، عائلية، خدمية، اقتصادية، مو معقدة، من كل النواحي مفيدة، تمام؟ هسا ندخل عليها من الداخل أو نفر فرة خارجية بعدين ندخل من الداخل. طبعا بيها جقات تصعد وتنزل، الثاني بنصيها تصعد، يعني شو اقول لك، هيك هذا التاير انا قايسه بالضبط شبر، يعني هسه هذا مو لهنا يصعد حتى لهنا، هسه صعد هنا مات. هاي السيارة من الداخل. خمس سيارة من ماشي. هذا عندك مال جقات، ثلاث طقات بيها، هسه هي صعدت، هسه نزل عليها من الخارج نشوف كوشنات تدفئة وتبريد. زين، هذا هيتر وهذا جوا تبريد. شاشة أمامية، أي عطل ما عندك مشتغل بالدشبول. السيارة حاليا دا ترتفع، فما شو عندك هنا. زين، هسه هي دا تصعد السيارة، ما راح تلاحظوه بالفيديو بس تقريبا خلي نكمل فرع على السيارة وبعدين راح نحس بالفرق، لأن قبل شوي أشرت لكم اللي وين كانت نازلة. حتى هذه الجامات كهربائية، صندوق كهرباء حلو، كل شيء الحلو بيه كل شيء شغال ما بيه أي خلل. هذه الكوشنات أيضا كهرباء، هاي الدقم مالتها هنا نزلت. شوف الفيكة، بانوراما خلفية وبانوراما أمامية، بعد تبريد هنا وهنا سبالت وهنا أيضا، وبدش بال أشوفكم يعني خلفهم بيها. زين، والكوشنات أيضا تصعد. نغلق الصندوق، جيد. هسا ادلكم على هاي الدقمه مالت الجامعه من تفتح تسد، كل السياره الابواب بيها بصمات لما نفتح من تقفل من هاي. الشاشات الخلفيه منها بيها دي في دي بس ما مخلي بيها قرص. طبعا التبريد الخلفي تتحكم بيه ايضا من الخلف، تعلي وتنصي على ما تحب، مفصول عن الامامي. زين، ايضا عندك هيتر خلفي كوشنات، وهذا اللي يحب يسدها ويفتحها. المهم على مود هذه شو اسمه الشاشات، هذا اني بلوتوث طبعا، سماعات، والريموت مالتن هذا. نخليه على الار اللي هو لايت، منها تطفي منها تشغل، عملية بسيطة. تلبس لنا السماعات بعد ما لك علاقة بالسيارة، حتى اللي يشغل من قدام يختلف عن الخلف. عندك سماعات وتسمع بكيفك بالنسبة للفيديو أو فيلم أو كذا. مثل ما قلت لكم السبالة هنا اللي فوق، والخلفيات مفصولة بواحد عن اللي يجلسون من الخلف. وعندك هذني أيضا هوايات، وجو الكوشنات أيضا هم موجود. هذا الكوشن يروح بالقدام بس ما دا أقدر سيطر على بواحد، إذا صور لما تنزله حتى أوتوماتيكيا هذا يروح اللي قدام وهذا ينقلب على مود اللي يصعد من الخلف منها يصعد. طبعا اليوم كملت حمام بولش، وقبلها كنت منزل على صفحاتي لما وديتها سويت صدرها بدلتها جديد، وسير بالسريع يعني اي نقوصات بيها كملتها باسمي السنوية، وجاهت اي واحد للتحويل ظرف ساعة زمان حولها باسمه. سارة كلش عملية، ممكن شكلها يعتبر قديم
تمام، بس الشكل بالوقت الحالي مو مهم، على قصاتنا على شوارعنا اقوى من سياره ماكو. لاند كروزر 2012 سعرها ببيش لما نقارنها مع المرسيدس ال 2012، انا عارضها ب 34,000 دولار، فتكون ببيش اللاند كروزر مقابلها، يعني سعرها راح يقارن ويا الكوري. كوشنات كهرباء كلها، حتى قلت الاماميه الخلفيات كلها كهربائي، ومساج وميموري كل شيء. تشوفون شلون ارتفعت؟ ترى كلش عالية، ما اعرف بالفيديو واضح لولا صارت عبالك مال اسعاف. لايتات زينون دايناميك متحرك، والرقم وقع اللوجو مالتي. محركة 508 سلندر 5000 بدون توربو بدون اي شيء. اقتصادي بشكل، شرط انطيها عبالك 4 سلندر. انا السيارة جانيها من زمان، مو هي هذه السيارة، يعني جبت 4 أو 5 من عدن، أغلبكم يتذكر يعني اللي جايبهن، واحدة من عدن بالنجف، واحدة من عدن حاليا كربلاء، واحدة ببغداد، واحدة أصلا طالعة راحت ليران بدول الجنوب الكردي، سافر بيها ليران. هسه أفتح لكم بنيد، خلي مو مشكلة، خلي بس أصور هذا. قبل شوي إلى وين كان لهنا أنا ما اعرف، ارجع على الفيديو شوفوا، شوف اللي وين صعد. انا قايس الشبر يمكن بعد اذا تصعد منه بعد 100 درجه اعتقد. لا هذا الفول ماكسيمال. طيب محركها، شرط الفحص، واللي يحب لو يروح للشركه، انا مسيطر ما عندي مانع، وبالضمان انطيها فضل من الله ما بيها اي خلل. من طبعي اسرفس السيارة، كم من نقوصاتها اعرضها. والله صار لي اسبوع من بين بولش بين حمام بين صدر بين كذا، ما خليت عليها عايزة نهائيا. هسه نجي ننزلها. طبعا عندك هاي الدقوة مال الفور ويل الدبل اكسل او كذا، من انا شغلان هو مخليه على الاوتو، واحد ما يلعب بيه بالثلج صارت تحتاج، او بالصعود هو يشتغل بوحده احسن. هسه راح تبلش تنزل، مع صوت الهواء بيطلع، تنزل اول شيء من الامام بعدين من الخلف. واضح العمليه. ها بقت عندنا هاي الدقمه مال هذه الجامه، الجامات الخلفيه اللي هي هنا ويا الجامات هي انا. شلون غلقت؟ هاي المنطقة اختياري، يعني هذا اختياري، وذاك اللي بدك تروح.